الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى أحداث السنة السابعة بعد الهجرة في المرحلة المدنية. وهذه الأحداث كما قلنا أحداث متلاحقة وسريعة، ويعني يكاد المسلمون فيها لا يلتقطون أنفاسهم، ما بين غزوة وسرية وحصار وقتال وأحداث اجتماعية وتشريعات جديدة في عليكم السلام. في بداية هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني انتهى من خطر قريش. ليه؟ ايه السبب ان احنا كنا امننا جانب قريش في بداية السنة السابعة؟ خلاص يعني الحديبية يعني نصت على هدنة ما بين المسلمين والمشركين لمدة 10 سنوات، فإلى يعني جانب كبير أو إلى حد كبير أمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب من المشركين. واليهود في يعني غالب قبائل اليهود تم إجلاءها أو تم معاقبتها على الخيانات التي قاموا بها، ولم يتبقى إلا هذا الجيب الخطير في خيبر، والذي لحق بهم بعض يهود بني النضير، لحق بهم بعض زعماء بني النضير، ولم يبدي يهود خيبر أي عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بهم هؤلاء الزعماء من بني النضير. يعني الناس كانت مسالمة وأمن النبي صلى الله عليه وسلم جانبهم بالمعاهدات التي كانت بينهم إلى أن لحق بهم هؤلاء من بني النضير. ولكن تمت أيضا بعض الخيانات منهم بعد أن لحق بهم هؤلاء، فكانت فرصة بعد هدنة الحديبية أن يصفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيب الخطير الذي يتجمع فيه اليهود ويكيدون بالدولة الإسلامية. في محرم السنة السابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو يهود خيبر الذين كانوا أعظم مهيج للأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبدأوا في هذا التهييج وهذا التحريض إلا بعد أن لحق بهم زعماء بني النضير من اليهود، والذين لا يزالون مجتهدين في محالفة الأعراب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا ذلك في قصة كعب ابن الأشرف. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الأعراب، وجاء المخلفون عنها ليؤذن لهم، فقال: لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد، فأما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا. يعني الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لن يحصل على الغنيمة إلا من خرج منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وأمر مناديا ينادي بذلك، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري من بني غفار، وكان معه من أزواجه أم سلمة رضي الله عنها. وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة مغانم كثيرة، ونزل هذا في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فهذا نزل في سورة الفتح قبل خيبر بوعد من الله سبحانه وتعالى بأن يغنموا مغانم كثيرة في هذه الغزوة. لما وصل جيش المسلمين إلى خيبر بدأ الصحابة في رفع أصواتهم في التكبير، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني أخفضوا من أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ولكن هذه الحركة أو نقول هذا النداء أو التكبير من الصحابة يدل على حاجة هامة جدا، تدل على الروح المعنوية العالية عند الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن ليعلوا صوتهم بهذه الطريقة في التكبير وفي الدعاء ونحو ذلك إلا هم يمتلكون روح عالية في القتال وفي القضاء على يهود خيبر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن وصل إلى خيبر، غطفان كانت محالفة لخيبر، فأرادت أن يعني تحاول أن تنجد
اليهود الذين حالفتهم أو تساعدهم في هذه الحرب، فتحركوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعوا حسا صوتا خلفهم في بيوتهم وفي أهليهم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كاد بهم وجاء من الخلف حتى يقضي عليهم فرجعوا، ولكن كان هذا الصوت خاضع يعني سبحان الله، فرجعوا وتركوا وخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر، وتخلوا عنهم ولم يقاتلوا اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاتلوا مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر كانت عبارة عن حصون، خيبر عبارة عن حصون، وهذه طريقة اليهود دوما في تحصين قراهم أو في تحصين منازلهم حتى يتحصنوا في هذا المكان، وهذا نوع من أنواع القوة العسكرية، ولكن هي تنم على طبيعة اليهود التي فيها نوع من أنواع الجبن والخوف، فهم لا يستطيعون المقاتلة المباشرة، لذلك في غالب المعارك التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم أو قل في كل المعارك التي دارت مع النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كانت عبارة عن حصار لحصون هؤلاء، لم يكن هناك قتال مباشر ولم يشتركوا في قتال مباشر، هذا يرجع إلى طبيعة اليهود والجبن الذي يتملك من قلوبهم. فحصونهم كانت حصون منفصلة بعضها عن بعض، وهي حصون النطاة وحصون الكتيبة وحصون الشق، وكل حصن من هؤلاء هي عبارة عن مجموعة مفرقة من الحصون. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحصون النطاة، وبدأ المسلمون يرمون اليهود بالنبل، وأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخلهم ليرهبهم حتى يسلموا. هذا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، ليس هذا الأصل في معارك المسلمين، ولكن هذا كنوع من الإرهاب، وهذا كنوع من إزالة الغطاء الذي يكون عبارة عن تحصين لهذه الحصون حتى يصلوا إلى محاصرة الحصون بطريقة مباشرة، فهذا يجوز للحاجة في الحروب. في البداية أخذ اللواء من المسلمين أو حمل اللواء من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفتح عليه في أول يوم، ثم حمله عمر في اليوم الثالث ولم يفتح عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لأعطين الراية غدا لرجل أو رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنونها، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، يعني أول مرة كنت أتمنى الإمارة، ليه؟ لأن فيها علامة من محبة الله عز وجل لهذا الرجل، ومحبة هذا الرجل لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف كبير. فلما كان الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، فقيل له إنه أرمد، يعني أصيب برمد في عينه، فأرسل من يأتيه به، ولما جاء تفل في عينيه فشفاهما الله. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية فتوجه مع المسلمين للقتال، وهناك وجدوا اليهود متجهزين، فخرج يهودي يطلب البرازة فقتله علي، مبارزة علي، وهذا الرجل يسمى، يعني خرج رجل آخر اللي هو مرحب، وهذا كان سيد هؤلاء وأقوى الفرسان فيهم، فقتله الزبير بن العوام. ثم حمل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم وتبعوهم حتى دخلوا الحصن بالقوة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحصار أبلى بلاء حسن، وأبلى يعني أظهر من مواقف الشجاعة والقوة الشيء الغريب، حتى أن بعض الروايات تروي أن علي بن أبي طالب رفع باب الحصن، رفع باب حصن كامل، كان 40 رجلا من الصحابة لا يستطيعون حمل هذا أو حمل هذا الباب، 40 رجلا لم يستطيعوا، حتى بعض الروايات تقول أن بعض الصحابة وصلوا إلى 70 رجلا يحاولون حمل باب الحصن ولم يستطيعوا، وفي بعض الروايات الأخرى تقول أن علي حمل هذا الباب حتى يدخل المسلمون من باب الحصن، فقوة غير عادية من علي رضي الله عنه. في بعض الروايات الأخرى تقول أن علي رضي الله عنه تترس بهذا الباب، كان قد وقع منه الترس الحديد الذي يقاتل به ويحميه من السيوف والرماح ونحو ذلك، فمسك هذا الباب وتترس به، قوة عجيبة من علي بن أبي طالب. العجيب بقى أن أنت تربط هذه الأحداث مع اللي احنا قرأناها وسمعناها قبل كده. علي بن أبي طالب في غزوة بدر كان بيقول إيه؟ إن كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا اشتد البأس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، علي بن أبي طالب الذي أوتي هذه القوة ومع ذلك يتكلم عن قوة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، إن إحنا كنا لما الدنيا بتشتد بنلجأ للرسول صلى الله عليه وسلم إن إحنا نحتمي به في القتال. فأبلى علي رضي الله عنه بلاء حسنا في هذا اليوم. طيب، للأسف الشيعة بيستخدموا هذه الروايات في الطعن في أبي بكر وعمر، هي روايات صحيحة تثبت فعلا أن أبو بكر وعمر لم يفتح عليهما في الأيام الأولى
ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي. فهذا وإن كانت فيه مهارة عسكرية من علي رضي الله عنه، لكن ليس هذا يعني هضما لحقوق أبي بكر وعمر. فقد يفتح على إنسان ولا يفتح على آخر، وقد يكون إنسان يعني أمهر من الآخر في القتال، وليس هذا دليل على الأفضلية المطلقة. وأفضلية أبو بكر وعمر متواترة في الأدلة من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تتبع اليهود إلى حصن الصعبي، فقاتل عنه اليهود قتالا شديدا حتى رد عنه المسلمون، وثبت الحباب بن المنذر ومن معه وقاتلوا قتالا شديدا حتى هزموا اليهود. ووجدوا في هذه الحصون يعني طعام كثير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومناديا أن ينادي وقل كلوا واعلفوا دوابكم ولا تأخذوا شيئا. ثم بعد ذلك بدأ اليهود كل ما حصن ينهزم فيه يدخلوا فيه الحصن الذي يليه، فساروا إلى حصن قلة فتبعهم المسلمون وحاصروهم 3 أيام. ثم بعد ذلك بعد هزيمتهم دخلوا إلى حصون الشق فتبعهم المسلمون، وبدأوا بحصن أبي فخرج أهله وقاتلوا قتالا شديدا أبلى فيه أبو دجانة الأنصاري بلاء حسنا، حتى دخلوا هذه الحصون عنوة ووجدوا فيها أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب المنهزمون منه إلى حصن البريء الحصن الذي يليه فتمنعوا به أشد التمنع. بدأوا كل ما ينتصر المسلمون عليهم في حصن يدخلوا إلى الحصن الذي يليه. ثم تبع المسلمون بقايا العدو إلى حصون الكتيبة وبدأوا بحصن القموس من هذه الحصون، فحاصروه 20 ليلة. في هذا الحصار سبيت صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من كبار اليهود حيي بن أخطب، ويعني أسرها المسلمون، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة، وأصبحت وشرفت بأنها كانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. وغنم المسلمون من هذين الحصنين 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس. ده بقى تحقق الوعد الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغانم الكثيرة. ولذلك في غزوة خيبر هي أكثر الغزوات غنيمة للمسلمين، أكثر الغزوات غنيمة للمسلمين هي غزوة خيبر. فيها من الطعام، فيها من الأراضي، فيها من الأشجار والنخيل، وفيها من الأموال ومن السبايا ومن البهائم ومن الأدوات الحربية أو الآلات الحربية وغير ذلك. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل كان أنكر حلي لحيي بن أخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد معهم بعد أن انتصر عليهم ألا يكتموا شيئا من أموالهم، ما يكتموش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عن مال حيي بن أخطب، فقالوا يعني قد أكله القتال ونحو ذلك، يعني خلاص احنا صرفناه في الأدوات الحربية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يعني أقرب من هذا، ده المدة الزمنية مستحيل تكون لحيته تصرفوا هذه الأموال في هذه المدة، إلى أن دل بعض اليهود على مكان هذا المال فقتل هذا الرجل الذي جحد هذه الأموال. واستشهد من المسلمين في خيبر 15 رجلا، وقتل من اليهود 93 رجلا. ذكر بعض المؤرخين كابن إسحاق أن الذين قتلوا من المسلمين كانوا 20 رجلا. غزوة خيبر يعني فيها من الأحكام الشرعية التي حدثت، أحكام اجتماعية حدثت في هذه الغزوة، من ذلك النهي عن نكاح المتعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر عن نكاح المتعة، وهو النكاح لأجل، النكاح لأجل، أن تزوج رجل امرأة لأجل لمدة شهر أو اثنين، العقد ينص بينهم في البداية على ذلك. فكان هذا قد أبيح لهم ثم حرم عليهم، ثم أبيح لهم ثم حرم عليهم بعد ذلك. وقد كان حلالا في الجاهلية واستعمل في بدء الإسلام حتى حرمه الشرع في هذه السنة. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أبيح مرتين ثم حرم مرتين. ونهي أيضا في هذه الغزوة عن أكل لحوم الحمر الأهلية وعن أكل لحوم البغال، فأكفأ المسلمون قدورها بعد أن نضجت ولم يطعموها. طبعا ما زال الشيعة للأسف يتمسكون بمسألة نكاح المتعة، وهو يعني كلام باطل، لأن تحريم نكاح المتعة وارد وصحيح ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف هم حتى لم يطبقوا نكاح المتعة كما كان في البداية، لما كان مباحا في بداية ده غلط مطبعية دي. فنكاح المتعة لما كان حتى محللا في البداية
لكان مجرد تشريع لاحتياج معين، كثرة غزوات الصحابة وبعد الصحابة عن أماكن الأماكن التي يقيمون فيها وبعدهم عن زوجاتهم ونحو ذلك. ممكن الصوت بس أقعد وين اللي أنت عايزه؟ لا لسه بدري شوية. فلذلك نكاح المتعة كان محلل لغرض معين في بداية تشريع الإسلام أو في بداية التشريعات في الإسلام. للأسف وصل الأمر الآن إلى إشياع نكاح المتعة، هذا أصبح باب كبير للفاحشة وللزنا والعياذ بالله، ويعني في منتهى القذارة لما تقرأ الأثار التي يرونها في نكاح المتعة، حتى جعلوه من أفضل أبواب الطاعة، وأن من تمتع مرة مش عارف كمن حج كم مرة وأخذ ثواب إيه وحسنات. فطبعا كلام باطل ليس عليه أي دليل في القرآن ولا في السنة ولا من فعل الصحابة ولا من الأحاديث الصحيحة ما يقولونه، ولكن والعياذ بالله يعني هو باب للفواحش والمنكرات التي يعني يقرونه. بعد انتهاء غزوة خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث صلح بين الطرفين بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يعملوا في أراضيهم وفي أشجارهم وفي النخل ونحو ذلك، ويكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الشطر الآخر، نصف للمسلمين ونصف لليهود، على أن ينفقوا من أموالهم على زراعة هذه الأراضي. ده الشق اللي هو في الأراضي وفي الزراعات ونحو ذلك، النصف للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف لليهود، على أن ينفقهم من أموالهم على زراعة هذه الأراضي. الشق القانوني الآخر في هذا الصلح كان على أن يبقوا أو يبقوا في الأراضي أو في دورهم إلى أن يشاء المسلمون. يعني لو تغير بعد ذلك الأمر وكادوا أو فعلوا بعض المكائد أو الدسائس أو ظهر منهم الخيانات، يكون للمسلمين الحق أن يجلوهم من هذا المكان. وهذا ما حدث في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن أجلاهم، أجل يهود خيبر وأجل معهم في نفس الفترة نصارى نجران، بعد أن حدث من يهود خيبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمر بقريب من دورهم ومن أراضيهم، فاعتدي على عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنكر اليهود معرفتهم بهذا الحادث، ولم يكن هناك أعداء للمسلمين في هذا المكان سوى يهود خيبر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الحادثة قرر أن يجليهم من الجزيرة العربية، واستند في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. واعتمد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلذلك أخرجهم عمر رضي الله عنه بعد هذه الواقعة، ومن يعني التعرض لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب بعض الناس بيسأل بيقول لك لو كانت الجزية مفروضة كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من يهود خيبر في هذه المصالحة، ولو كان صحيح أن اليهود وأهل الكتاب يدفعون الجزية لأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية في هذه المصالحة. طب إيه الرد يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ أنت رفعت إيدك، قول وإلا بص يعني كل درجات الامتحان هتروح. طيب لأن الموضوع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا عهد، فالموضوع مش كذي أو يعني هم خانوا عهد، فلذلك الرسول لما صالحهم لا غلط، لأن هو حتى لو خانوا عهد فضل لا، ما هم دلوقتي بعد الصلح هم محاربين وكل حاجة، بس بقى فيه صلح ما بينهم بعد انتصار المسلمين عليه. لا يؤمن غدرهم، ما هو أي كفار آخرون يأخذ منهم الجزية قد لا يؤمن غدرهم وقد يغدروا بالمسلمين في أي وقت. اللي هو اخرجوا من اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هيخرجوا بعد كده؟ لا. طيب هو الصحيح في ذلك ان اصلا الجزية لم تكن قد فرضت اصلا ونزل فرضها في القرآن، يعني لسه التشريع ده لم يكن قد شرع اصلا، فلذلك عدم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من يهود خيبر في هذا الموقف، لان آية الجزية لم تكن قد نزلت بعد. آية الجزية نزلت في سورة ايه؟ سورة براءة، تمام؟ فلم يكن قد نزلت سورة براءة إلى الآن، نزلت بعد ذلك بحوالي عامين تقريبا. نعم؟ ما بعد يعني احنا في 7 وهي نزلت في 9، يعني تقريبا حوالي عامين. فلذلك لم يكن أصلا قد فرضت آية الجزية أو نزلت آية الجزية حتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من هؤلاء.
ودايما الموضوع الجزية هذا مما يثير احيانا الشكوك والريبة، وكثير من الناس يبقى مكسوف كده وهو بيقول كلمة الجزية. سبحان الله يا جماعة، الجزية في الحقيقة ما هي الا عبارة عن تشريع مالي مقاب مفروض على غير المسلمين الذين يقيمون في بلاد المسلمين، كما ان المسلمين مفروض عليهم تشريع مالي اللي هو الايه؟ الزكاة. المسلمون بيدفعوا الزكاة المقابل لهؤلاء من غير المسلمين الذين يقيمون في بلاد المسلمين بأمن وعهد وأمان، إنهم يدفعوا الفرض الذي عليهم الذي يسمى الإيه؟ الجزية. هذا اسمه الجزية وهذا اسمه الزكاة. الجزية سبحان الله في عهد الخلافات الإسلامية كان بيؤخذ من هؤلاء أقل من المقدار الذي يؤخذ أحيانا من المسلمين، لأنه كان مقدار تقريبا دينار ذهبي، وكان أحيانا يزيد عليه بعض الشيء أو يقل بعض الشيء، ويزيد عليه بعض مش عارف الملابس أو الثياب أو نحو ذلك من الأموال التي كانت تدفع. المقدار المالي اللي بيدفعه المسلمون كان في الزكاة 2.5%، يبقى 2.5% ده قد يزيد بكثير على هذا الدينار الذهبي الذي يدفع كجزية في السنة. طيب الجزية كان بيستثنى منها كثير من الناس، اللي هو الرجل الكبير أو الشيخ الكبير الذي ليس معه من الأموال ولا يستطيع أن يعمل حتى يتكسب الأموال، يستثنى من ذلك المرأة، يستثنى من ذلك الطفل. طب الزكاة لو هؤلاء حازوا الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، يدفعوا الزكاة ولا لا؟ يدفع، ولا يتم استثنائهم في ذلك. بعد غزوة خيبر رجع مهاجر الحبشة من خيبر، قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب ومعه الأشعريون أبو موسى وقومه، بعد أن قاموا فيها نحو من 10 سنين آمنين مطمئنين. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم فرحا عظيما، حتى أنه لما رأى جعفر قبل بين عينيه رضي الله عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أسر، أبي غزو أو بنصر خيبر أم بقدوم جعفر. وقدمت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي عقد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي في الحبشة، وعقد له عليها النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وقدم في هذا الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم الدوسيون إخوان أبي هريرة رضي الله عنه وهو معهم، هذا في العام السابع من الهجرة. فأعطاهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال التي حازها المسلمون في خيبر. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للمسلمين الذين قد أتوا ورجعوا من الحبشة بعض الأموال من هذه الغزوة. ولما يعني في ذات يوم دخل عمر بن الخطاب على يعني رأى أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه، فدخل عمر رضي الله يعني رضي الله عنه فرآها، فقال لعائشة رضي أو قال لبعض نسائه: من هذه المرأة؟ فقالوا: أسماء بنت عميس. فقال: الحبشية هذه؟ فقال: الحبشية هذه، يعني إن هي خلاص نسبها إلى الحبشة لأنها هاجرت وظلوا 10 سنوات كاملة هناك. البحرية هذه؟ فكأن أسماء يعني تضايقت من ذلك فقالت: نعم. فثم قال عمر رضي الله عنه لها: سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. وده أحيانا قد يحدث من الفضلاء ومن الكبار، بعض الناس أحيانا يعني يرى في نفسه السبق على غيره، قد يكون الآخرون تخلفوا وأتوا متأخرين في أي شأن من الشؤون أو في أي مرحلة من المراحل، فيبدأ الإنسان يشعر في نفسه أن أنتم لسه فاكرين ولسه جايين دلوقتي ولسه بتعملوا كذا، فقد يشعر الإنسان بهذه المعاني في نفسه أحيانا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه الكلمة، فغضبت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا والله حتى أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كنتم يعني عند رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم. ده انتوا كنتوا قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا اللي متغربين، يعني احنا اللي اذينا اشد الاذاء ان احنا قاعدين بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصت له يعني وقالت: والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الى رسول الله فقالت: عمر قال كذا وكذا. فقال: ليس باحق بي منكم، وله ولاصحابه هجره ولكم هجرتين.
وله ولأصحابه هجرة ولكم هجرتين، لأن أنتم هاجرتم إلى الحبشة ثم هاجرتم مرة أخرى إلى المدينة ولحقتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم شأنهم، ويعني حث يعني وضع لهم المكانة العليا بين الصحابة أيضا، حتى لا يعني يقلل من قيمتهم ومن شأنهم أحد، ويظن أن هؤلاء كانوا يجلسون متمتعون هناك وبعيد عن الغزوات. وممكن بعض الناس يقول لك أنتوا فين لما كنا في بدر وأحد وكنا بنعمل والرسول كان هيقتل وأنتوا لسه جايين متأخرين، أنتوا فاكرين لسه. فهذا سبحان الله لا يلام به الإنسان، فلا تدري أيهما أعظم شأنا وأعظم قدرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم لما رأى بعض اليهود انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود خيبر، وهم يهود فدك، أرادوا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقادوا ويطيعوا، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحقن دماءهم ويتركوا الأموال، وكانت أرض فدك هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فتحت يعني من غير غزو أو من غير معركة أو غيره. ثم بعد ذلك راح النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعض اليهود الآخرين كيهود وادي القرى إلى الاستسلام، فأبوا، هؤلاء أبوا وقتلوا، وقتلهم المسلمون وأصابوا منهم 11 رجلا وغنموا منهم مغانم كثيرة خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الأرض في أيدي أهليها يزرعونها بشطر ما يخرجون منها، يعني قريب من معاهدة أو قريب مما حدث في خيبر. ثم بعد ذلك بعد هذا الصلح مع يهود القرى يعتبر كده انقاد جميع اليهود الذين كانوا يحطون بالمدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يعني طرد ومنهم من ظل في بيوتهم أو في دورهم أو نحو ذلك. فأصبح يعني الأمر بدأ الآن كل مرحلة من المراحل يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على خطر من الأخطار التي تهدد الدولة الإسلامية. بعد ذلك بعد هذه الغزوة يعني حدث فتح مبين للإسلام، وهو إسلام خالد رضي الله عنه ومعه عمرو بن العاص ومعه عثمان بن طلحة العبدري. فاكرين عثمان بن طلحة ده مين يا جماعة؟ لو احنا بنذاكر كويس في الأسماء دي مهمة جدا ان احنا نعرفها. عثمان بن طلحة ده كان الذي يحمل مين؟ لا احنا عايزين نقول دوره في الحروب كان ايه. عثمان بن طلحة رضي الله عنه كان يحمل لواء المشركين في غزوة الخندق. سبحان الله اليوم يأتي مسلم خالد بن الوليد، هو يعني هو من هو من محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذاء الصحابة طيلة العشرين سنة الماضية. انتوا واخدين بالكم يا جماعة الناس دي جات امتى؟ بعد عشرين سنة كاملة، عشرين سنة كاملة يأتون وقد يعني أسلموا واستسلموا للإسلام وأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لقصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد قصة، ومن ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما لقى إن يعني زيادة وعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الأرض تضيق بهؤلاء، خلاص غالب الناس بيذعن ويستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود استسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الأعراب عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم من دخل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بلغت دعوته إلى الأفاق، احنا في السنة السابعة، وبدأ العالم كله يتكلم بدعوة الإسلام. وصلت الرسالات لكسرى وهرقل، ووصلت الرسالات لكثير من المشركين وكثير من القبائل العربية الكبيرة في البحرين وفي عمان وفي غير ذلك. يعني العالم كله الآن بيتكلم بالإسلام، والدائرة بتضيق جدا على هؤلاء. وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وهذه العينة من الكبار لا يستطيعون أن يتحملوا هذا الأمر، خلاص الناس دي نفوسهم بتأبى إن هم تضيق بهم الأرض بهذه الطريقة. فعمر بن العاص رضي الله عنه كلم بعض الناس كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، وأظهر لهم ميله للإسلام، خلاص يا جماعة بدأ الأمر يضيق علينا. فصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل رفض أن يسلم، ولكن الذي يعني تكلم معه ووافق وأظهر بعض اللين كان عثمان بن طلحة. فأخذ يعني عمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وذهبا إلى النجاشي في البداية، قال لك لا خلاص احنا مش هنسلم، طبعا على الأقل ان احنا خلاص ده قريش شوية وشوية والرسول ممكن يغزو مكة وينتصر كمان على مكة، احنا نروح نجلس عند النجاشي في الحبشة. فلما ذهب الى النجاشي في الحبشة وجد عنده عمرو بن أمية الضمري الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعمرو بن العاص لما اتفضل لا ما احنا قلنا في التعليق عليها في الوقت ده قلنا عليها ان ده فيما يبدو ان الشيخ محمد الخضري كان يعني ذكر الرسالات كلها
في مكان واحد، ولكن لا، هو صحيح ان هي بعد اسلام عمرو، يعني عمرو بن العاص لم يكن قد اسلم في السنة السادسة، وغالب المؤرخين متفقين على اسلام عمرو وخالد بن الوليد في السنة السابعة من الهجرة. فلذلك فذهب الى النجاشي فوجد عنده عمرو بن أمية الضمري. السؤال ان الشيخ محمد مختار الشنقيطي قال ان الجزية لم تفرض على اليهود لانهم من النسيج الاصلي للمجتمع، وهناك بعض الاقوال الاخرى تقول انهم طالما شاركوا فيه الوظائف واشتركوا فيه الجيش لا تؤخذ منهم الجزية. القول الثاني ده صحيح، ان هم لو شاركوا مش في الوظائف، هو لو وظفوا في لو شاركوا فيه الجيش ودافعوا لا تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية. هذا القول رجحه بعض العلماء. أما القول الأول بأن اليهود أو أهل الكتاب لو كانوا من النسيج الأصلي المجتمع فلا يدفعون الجزية، فهذا يعني يراجع، لا أعلم قول بمثل ذلك. فلو يعني من سمعه متأكد من ذلك فطبعا الشيخ الشنقيطي يعني الشيخ وعالم وإله الباع في ذلك، ولكن الأصل في ذلك أنهم حتى لو هم من النسيج الأصلي المجتمع بيدفعوا الجزية، بيدفعوا الجزية إن هذه فرضت عليهم. ولكن في البداية في معاهدات كل احنا تكلمنا برضو على ده على فكرة لو تفتكروا في بداية الكلام على معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، ان هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليهم الجزية في البداية؟ التشريع اصلا ما كانش لسه نزل، يعني التشريع لم يكن نزل بعد. فهل هم عشان من النسيج الاصلي او ليس من النسيج الاصلي؟ قد يكون هناك احتمال لانهم من النسيج الاصلي، وقد يكون لان التشريع لم يكن قد فرض بعد في هذا التوقيت، فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يشتركوا في الاموال التي يدافعون بها عن المدينه، ولو يعني حاربهم بعض الخارجين عن اطار المدينه بيدفعوا معهم في الاموال ويشتركوا بالاموال ويدافعوا عن المسلمين ولا يغيروا على المسلمين ولا يخفروا ذمتهم او عهدهم. ولكن ليس هناك دليل على ذلك انهم لانهم كانوا من النسيج الاصلي للمجتمع. احنا وصلنا الى اسلام عمرو بن العاص. فلما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه الى النجاشي وجد عنده عمرو بن ابي الضمري، فكلم النجاشي في ان يعطيه عمرو بن ابي الضمري ويقتله، فغضب النجاشي لذلك غضبا شديدا وضرب عمرو بن العاص على انفه. فعمرو بن العاص يعني بدا يرتاب وبدا ينظر الى ان يعني غضب وانتماء غير العرب حتى للإسلام أصبح شديد، وأن الأمر خلاص يعني. ولذلك بايع عمرو بن العاص النجاشي على الإسلام وهو في الحبشة قبل أن يأتي إلى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى إلى مكة ولقي خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في نفس الفترة كان بدأ يفكر هو الآخر في الإسلام سبحان الله، وكان قد رأى رؤيا أنه في منامه وهو متواجد في مكان أرض ضيقة ويعني فيها من الجذوبة وقلة الثمار والزروع، وأنه يخرج إلى أرض أخرى واسعة وهي أرض خضراء. فسرها بعد ذلك أو فسر هذه الرؤية أبو بكر رضي الله عنه لخالد لما قدم المدينة، قال له أن هذه الأرض هي الإسلام والأرض الأولى الضيقة هي أرض الشرك. خالد قذف الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبه، وهذه هداية، يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء. فقذف الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبه، فقال لما أراد، يعني نذكر الرواية بنصها، فقال لما أراد الله لي ما أراد من الخير قذف في قلب الإسلام، قذف في قلب الإسلام وحضرني رشدي. شايفين كلمات خالد يا جماعة؟ كلمات خالد تدل على التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى، أنه لما أراد الله عز وجل بها الخير لا هي شطارة ولا مهارة ولا هي رجاحة عقل من خالد بن الوليد، ولكن ليس الأمر إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فقلت شهدت هذه المواطن كلها، شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني في موضع غير شيء. كل موطن أشهد ضد الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من هذا المشهد وهذا الموطن وهذه المعركه، وانا حاسس ان انا ما حزتش اي حاجه، وان احنا كل مره بنقابل النبي والمسلمين ولا نحز اي موطن ولا اي مكسب ولا اي شيء بعد هذه المعركه، وان محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه قمت بايذائه. فاكرين لما حكينا قصه ان بعض المشركين خرجوا بقياده خالد بن الوليد ووقفوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هو ومن معه من المسلمون، ثم بعد ذلك نزل تشريع صلاه الخوف فلم يستطع خالد بن الوليد رضي الله عنه ان يقضي عليه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقلت في نفسي إن الرجل ممنوع. لا سبحان الله، الرجل ده لأن هو كان خالد بن الوليد دبر في نفسي إن هو في صلاة العصر هينقض عليهم في الصلاة،
طب مين اللي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفس خالد إن هو يصلي صلاة مختلفة عن الصلاة التي صلاها في الظهر؟ الظهر صلوا صلاة عادية، لما جاءت العصر صلوا صلاة الخوف. طب مين اللي أخبره اللي في نفسي؟ فقلت إن الرجل ممنوع. لا، الرجل ده ما يغيرش الصلاة إلى هيئة مختلفة إلا إذا كان قد منع من تدبير الله سبحانه وتعالى، وقد هيئ الله عز وجل له هذا الأمر. قال: فلما صالح قريش في صلح الحديبية قلت: أي شيء بقي؟ خلاص الدنيا يعني كده تقفلت في وشي. فقلت: أي شيء بقي؟ أين أذهب؟ أذهب إلى النجاشي، أسافر وأروح إلى النجاشي فأتنصر وأموت على غيري ملة قريش، أم أذهب إلى محمد وأتبعه؟ فيعني تردد في ذلك قليلا. ثم قال: فلما دخل رسول الله عمرة القضية فأرسل الوليد ابن الوليد وهو أخ لخالد، فأرسل له رسالة فقال: إني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. أنا مستغرب من أن أنت سبحان الله، شايفين برضو جماعة الدعوة، شايفين أسلوب الدعوة الحكيم، أن أنا مستغرب إزاي يا أخي أن أنت بحكمتك وعقلك ومكانتك وتعليمك والكلام ده كله وأن أنت رأيك بعيد عن الإسلام. فالوليد ابن الوليد ابن الوليد دخل إلى خالد بهذا هذه الطريقة التي فيها من الرفق واللين: فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، ومثل الإسلام أو مثل الإسلام لا يجهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. شايفين يا جماعة الدخلة في غاية الحكمة من الوليد ابن الوليد، الغاية الحكمة يعني تظهر في الكلمات، وهذا سبحان الله قد يفعله الإنسان. ممكن تكون في المسجد وبتصلي ومعك بعض الناس لسه حديثي عهد بالتزام، لسه ناس بدأت تصلي، لما تحسس انت مهتم بيه وان انا بسأل عليك، وده حتى الامام بتاع المسجد او الشيخ بتاع المسجد بيقول لي ده محمد فين ما بيجيش بقاله فترة، ولا احمد فين ما بيجيش بقاله فترة. سبحان الله هذه الكلمات تشعر هذا الرجل، الله انتوا حاسين ان انا باجي اصلي معاك ومهتم. غير للأسف كثير مما يحدث ان الرجل يدخل ويصلي ويعني ينام ويبيت في المسجد ولا احد يسأل عليه، وانت غيب فلا يشعر به احد. يقول لك طب خلاص الناس دي قافله على نفسها، وكل ما اخش الاقي الملتحين بيسلموا على بعض بس والمنتقبات بيسلموا على بعض بس، خلاص يبقى انا ماليش مكان في هذا المسجد. فالوليد بن الوليد استخدم هذه الحكمة العالية في دعوة خالد رضي الله عنه. وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال: اين خالد؟ طب شوف بقى الرد بتاع الوليد، برضو رسالة في غاية الحكمة. فقلت: يأتي الله به للإسلام، يأتي الله به للإسلام، إن شاء الله تلاقش يا رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى هيأتي به إلى الهداية. فلما جاءه الكتاب، خالد لما جاءه الكتاب نشط، قال لك لا هي كده خلاص يعني وجب. فكلم صفوان بن أمية ويعني بعض الصحابة، فلقي عثمان بن أبي طلحة وعمر بن العاص في مقدمهم من الحبشة، فهاجر سويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العجب بقى في شأن خالد، يعني لعل إن شاء الله الوقت يدركنا النهاردة في معركة مؤتة. العجب في خالد دلوقتي أسلم في السنة السابعة، أشهر وهيخرج في معركة مؤتة جندي عادي خالص. خالد الوليد يا جماعة اللي هو سيد قومه، خالد الوليد ده مش شاب عادي أو رجل عادي في قريش، هذا رجل من سادة القوم وسليل الأكابر وله من الشرف ومن المكانة، وبعد كده خلاص هيخرج جندي عادي ويدخل جندي عادي. ففي شعبان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من هوازن بترابة يظهرون العداوة للمسلمين، فأرسل لهم عمر بن الخطاب في 30 رجلا فسار إليهم. طيب عمر بن الخطاب يا جماعة ردا على الشيعة، لو عمر بن الخطاب وحشاه أن يكون كان قد قائدا فاشلا، النبي صلى الله عليه وسلم يدوب بعد عدة أيام أو عدة أسابيع النبي صلى الله عليه وسلم هيرسله في سرية أخرى؟ هذا رد، أبسط رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر بأيام أو بأسابيع أرسله في مهمة عسكرية أخرى. ولما بلغهم الخبر تفرقوا فلم يجد بها عمر أحد فرجع رضي الله عنه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فدك، فلما ورد بلادهم لم ير منهم أحدا فأخذ نعمهم وانحدر إلى المدينة. يعني هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يعني منعهم في البداية القتال. فأما القوم فكانوا في الوادي، سبحان الله كان القوم كانوا قد يعني تواجدوا في الوادي وحاولوا أن يكيدوا بالمسلمين. فجاءهم الصريخ فأدركوا بشيرا ليلا وهو راجع من هذا المكان، فتراموا بالنبل، ولما أصبح اقتتل الفريقان قتالا شديدا حتى قتل غالب المسلمين، وجرح بشير رضي الله عنه جرحا شديدا حتى أظن أنه مات،
ولما انصرف عنه العدو تحامل حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. في رمضان من هذا العام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي إلى أهل الميفعة في 130 رجلا حتى هجموا على القوم فقتلوا بعضا وأسروا آخرين. وفي أثناء الحرب طرد أسامة بن زيد رجلا من المشركين، ولما رأى المشرك الموت في يد أسامة تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله، فظن أسامة أن عدوه إنما قال ذلك تخلصا فقتله. قتل أسامة هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. لما رجع المسلمون إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلة أسامة قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. يعني يا رسول الله على فكرة الرجل ده كان بيقولها وهو بيتعوذ بس من السيف، هو بيقول أي كلمة وخلاص عشان ينجو من القتل، فمتعوذا من القتل. قال صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم فكيف بلا إله إلا الله؟ فما زال يكررها، يعني فكيف بلا إله إلا الله، فكيف بلا إله إلا الله، وينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم. وأنزل الله تعالى في ذلك في سورة النساء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يعتق رقبة كفارة لأنه قتل هذا الرجل خطأ. الحديث ده في غاية يعني الكمال في مسألة النظر إلى الناس والتكفير وإلقاء التهم على الناس بالظن. كثير من الناس شاغل نفسه جدا بالقضية دي، إن هو ده فلان ده عميل، وفلان ده خاين، وفلان ده منافق، وفلان ده كافر، وفلان. سبحان الله، فهلا شققت أول بس كلمة تقولها لنفسك فهلا شققت عن قلبه هذا الإنسان الذي تتهم أنت بالعمالة أو تتهم به النفاق أو تتهم بكذا؟ نعم هناك أعمال ظاهرة قد تدل على ذلك، هناك أعمال ظاهرة تدل على ذلك، ولكن هذه الأعمال الظاهرة قد يكون لها تأول عند هذا الشخص، قد يكون لها تأول عند هذا الشخص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الظاهر جدا، يا جماعة خلينا صراحة، أي حد في هذا الموقف هيقول نفس كلام أسامة ولا لا؟ ده يقينا هيقول الرجل ده ايه اللي حصل، ده انا ضربته بالسيف، لان باين جدا. هو انا ابقى غبي يعني ويضحك عليا الرجل اللي جاي يقتله بالسيف قال لك لا اله الا الله؟ يبقى بيظهر جدا ان هذا الرجل كان بيقول هذه الكلمه مجرد في سبيل ان هو يقي نفسه القتل، ده ظاهر جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اهتمش بالكلمه دي خالص، مش الرجل قال لا اله الا الله؟ يبقى فهلا شققت عن قلبه؟ انت عارف ان هو فعلا، انت متاكد تقدر تقول تجزم تحلف بيقين ان هو قالها عشان متعوذ او قالها عشان بس خايف من القتل، ولا قد يكون ان هو قد اسلم بالفعل؟ مش في احتمال؟ انت تعرف اي الاحتمالين ارجح، وتعرف ان انت تدخل في هذا الرجل في قلبه لتنظر اي الاحتمالين هو الارجح؟ ما تقدرش. طيب لذلك العلماء في هذه المساله قالوا كلمه في غايه الروعه، قالوا في هذه القصة أو في هذه الحادثة دليل على أن ترتيب الأحكام في الإسلام، على أن ترتيب الأحكام في الإسلام إنما يكون على الأسباب الظاهرة دون الأسباب الباطنة. يعني أنت ليك في الإسلام إيه؟ أن تحكم على الظاهر، تحكم على الظاهر، مالكش أن أنت تحكم على باطن هذا الرجل، تقول لا الرجل ده من جواه هو قصده أنه هو كذا، يعني هو كافر، لازم قول هذا الرجل أو نية هذا الرجل على العمالة أو الخيانة أو النفاق أو لا، مالكش هذا، ليك ان انت تاخد بالايه؟ بالاسباب الظاهره. هذه الاسباب الظاهره هل هي التي يؤخذ عليها؟ العلماء ايضا قالوا كلمه طيبه جدا في هذا الباب، ان من ثبت اسلامه بيقين، من ثبت اسلامه بيقين فلا يزال عنه الا بيقين. واحد قال لا اله الا الله وهو مسلم يقينا، ما تقدرش ان انت تزيل عنه هذا الحكم الى الكفر او الى النفاق الاكبر الا بيقين. طب اليقين ده هيثبت ازاي؟ حين تقام عليه الحجه، تقام عليه الحجة ان انت الكلام اللي انت قلته ده او الفعل اللي انت فعلته ده او هذا الكلام مكفر وقد خالف الدين في 1 2 3 4، وتنتفي عنه الموانع، موانع الكفر. ايه الموانع دي؟ قد يكون جاهل، قد يكون مكره، قد يكون غير ذلك من الموانع التي تكلم عنها العلماء في كتب الفقه. فلذلك فلا يكفر هذا العين او هذا الرجل الا اذا انتفت عنه الموانع وتحققت فيه الشروط. طب مين الذي له مناط تحقيق هذا المناط؟ من الذي له تحقيق هذا المناط وتحقيق هذا الكلام في هذا الرجل في هذا العين؟ هم العلماء، العلماء
الذين لهم إقامة الحجة على هذا الرجل، على إقامة الحجة على هذا الرجل، إن هذا الرجل فعلا قد كفر بهذا الكلام أو قد نافق أو هو فعلا قد خالف الإسلام مخالفة كبيرة تؤدي إلى خروجه من الدين بالكلية أو إلى الردة أو نحو ذلك. فهذا الباب من أهم الأبواب، وهذه الحادثة مع اختصارها ولكن فيها يعني أهمية عدم التعجل أو عدم الاستعجال في الحكم على الناس بمجرد يعني الشك أو بمجرد الظن، بمجرد الشك أو بمجرد الظن. في شوال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيينة بن حصن وعد جماعة من غطفان كانوا مقيمين قريبا من خيبر بأرض اسمها يم وجبار للإغارة على المدينة، فأرسل لهم بشير بن سعد في 300 رجل فساروا إليه يكمنون النهار ويسيرون الليل حتى أتوا محلتهم، فأصابوا نعما كثيرة وتفرق الرعاء فأخبروا قومهم ففزعوا ولحقوا بعليا بلادهم، ولم يظفر المسلمون إلا برجلين أسلما ثم رجعوا بالغنائم إلى المدينة. بعد هذه السرية عيينة بن حصن كل شوية في موقف من المواقف بيظهر منه الكيد بالإسلام، وسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم بعد ذلك عيينة بن حصن وأن يكون من المؤلفة قلوبهم وأن يشارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. مع التاريخ الطويل ده من الكيد بالإسلام والمسلمين، مع كل هذا القتال مع المشركين ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمين ومحاولة المكيدة بالإسلام، ومع ذلك سبحان الله يأتي في الزمان الذي يسلم فيه هذا الرجل. من قصة عيينة بن حصن لما أسلم بعد ذلك وخالد بن وليد وعمر بن العاص وصفوان بن أمية وعثمان بن أبي طلح، كل هذه يا جماعة القصص تخلينا أن لا نتعجل في الحكم على الناس، لا تتعجل في الحكم على الناس. ممكن تشوف قدامك واحد في منتهى الضياع، واحد بيحارب الدين بكل ما أوتي من قوة، نعم انت مش انت مطالب ان انت ترد هذه الحرب عن الدين، ومش مطالب ان انت تاخذ كهواده معه في الردود عليه وفي الوقوف امام هذه الحرب ضد الدين، ولكن سبحان الله قد يقلب الله عز وجل قلب هذا الرجل الى الاسلام. خالد وليد وعمر بن الخطاب وعمر بن العاص الذين كانوا يحملون لواء الكفر في يوم من الايام، وليس حملا عاديا ولكن بقوه، ويعني لا تأخذهم هوادة في قتال المسلمين وفي قتل المسلمين وفي محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسي، ومع ذلك تحولت قلوبهم وآمنوا وأسلموا وأصبحوا من حماة الدين، وفتح الله عز وجل على أيديهم أضعاف مضاعفة مما قد تسببوا فيه قبل ذلك في حربهم للإسلام والمسلمين. فلا تعلم ولا تتعجل في الحكم على الناس، فهذه كلها مقادير وهذه كلها أشياء كتبها الله سبحانه وتعالى، لا نعلم يعني قدر الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن ندخل في الغيب ولا أن نطلع على خاتمة هذا الرجل أو يعني نهاية هذا الرجل أو نحو ذلك. لما حال الحول على عمرة الحديبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينصد معه فيها ليقضي عمرته، وهي عمرة القضاء وسماها البعض عمرة القضية، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وساق معه الهدي 60 بدنة، وأخرج معه السلاح حذرا من غدر قريش. المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، فخوفا من غدر قريش أخذ معه السلاح أيضا، وكان معه 100 فرس عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه، على السلاح بشير بن سعد، وأحرم صلى الله عليه وسلم من باب المسجد المدني، ولما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه فقيل يا رسول الله حملت السلاح وقد شرطوا ألا تحمله، فقال صلى الله عليه وسلم لا ندخل الحرم به ولكن يكون قريبا منا فإن هاجنا هائج فزعنا له. دي الحكمة، إن أنت ينبغي إن أنت في تاخد حذرك، خاصة حين تتعامل مع العدو، انت بتتعامل مع عدو في هدنة وفي مصالحة، ولكن تاريخ هذا العدو ينم على الغدر وعلى الخيانة وعلى عداوة الإسلام مطلقا، ما تجيش تسلم ليه مرة واحدة بمنتهى يعني سبحان الله الطيابة وسبحان الله بمنتهى يعني نقول نسميها ايه مش السذاجة، فسبحان الله لا يعني يكون ذلك من أصحاب الديانة ولا يكون ذلك من أصحاب العقل ومن أصحاب الخبرة في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أخذ حذره، رغم أنه في مهادنة لا هنسيب السلاح في مكان معين حتى إذا هاج علينا هائج لو غدروا بنا أو خانوا العهد الذي بيننا وبينهم رجعنا إلى هذا السلاح فقتلناهم به. فلما كان بمر الظهران قابله نفر
من قريش ففزعوا من هذه العدة، خافوا لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم معه هذا السلاح، وأسرعوا إلى قومهم فأخبروهم. فجاءه فتيان منهم وقالوا: والله يا محمد ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، وإنا لم نحدث حدثا، يعني إحنا ما قلناش حاجة تخالف العهد الذي اتفقنا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لندخل الحرم بالسلاح. ولما حان وقت دخوله مكة خرج أهلها كارهين رؤية المسلمين يطوفون بالبيت. وكان عبد الله ابن رواحة ينشد بعض الأشعار بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني كان يقول يعني: مما ذكر خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا تزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فعبد الله بن رواحة كان ينشد هذه الأبيات في محاولة يعني زيادة حماسة المسلمين ومحاولة هزيمة نفسية للمشركين. فقال عمر بن الخطاب له: أشعرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت الحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فوالله لا هي أشد عليهم من رمي السهام. هذه الكلمات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات هي أشد عليهم من رمي السهام. هذه الكلمات التي تدل على الحماسة، وتدل على القوة، وتدل على الانتماء للدين، وتدل على عظمة الإسلام في قلوب الصحابة، هي أشد عليهم من مجرد القتال الحقيقي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم متوشحين سيوفهم من ثنية كداء، وأمامه عبد الله بن رواحة يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وأمر أصحابه أن يسرعوا 3 أشواط إظهارا للقوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد قال المشركون قبل مجيء المسلمين: قد يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني الناس دي خلاص بقى ضعفت وما عادش فيهم صحة، ويعني المسلمون في هذه الأونة سيأتون عليكم هم ضعاف وقد هزلت أبدانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين حتى يظهر القوة لهؤلاء المشركين، وهذا نستفيد منه في ضرورة إظهار القوة. مسألة مثلا العروض العسكرية التي تظهر مثلا قوة البلاد الإسلامية أو قوة التسليح الإسلامي أو نحو ذلك للأعداء، هذا مطالب وهذا شيء مهم، وإظهار القوة البدنية، إظهار الاستعداد النفسي، إظهار الاستعداد المادي، وإظهار ذلك وإفشائه حتى يطلع عليه العدو، هذا من المحارب النفسية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف للمشركين. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم قوة المشركين أو قوة المسلمين للمشركين في هذا الموطن في عدة أشياء. أول حاجة كانت إيه؟ لا، أول حاجة من البداية، أول حاجة السلاح الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا جماعة مش جايين وإحنا مغفلين، إحنا جايين وإحنا على أهبة الاستعداد وعلى كامل الحذر من خيانتكم، ووضع السلاح بعيد. الشيء الثاني، في أثناء الطواف أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يرملوا 3 أشواط الأول، والرمل هو يعني في جارية يعني بسيطة ولكن تظهر القوة. طب الناس دي جاية من سفر مسافة قرابة 500 كيلومتر، وقد يعني أوهنتهم هذه السفرة، ومع ذلك يرملون ويسعون بهذه الشدة وبهذه القوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أيضا أن يضبعوا، يظهروا الكتف الأيمن، وهذا فيه إظهار أيضا الجلد والقوة، وهذا المظهر يعني يعطي قوة نفسية للمسلمين وقوة يعني أيضا وهن للمشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك، وفعل المسلمون، وأتم المسلمون طوافهم بالبيت آمنين. ولما انقضت بعد ذلك الأيام 3، كانوا اتفقوا يا جماعة أن هم يجلسوا في مكة 3 أيام، لما انقضت هذه الأيام أتى المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتوا إلى يعني علي، فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر بمكان يسمى سرف، وكان هناك بعض الصحابة قد ظل على الأسلحة التي تركوها خارج الحرم ليحرسونها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويستكملوا عمرتهم ثم يلحقوا بهم ويغادروا بعد ذلك. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث، وهي آخر أزواجه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة حيث كان بسرف. ثم بعد ذلك في أحداث السنة 8 في صفر، نعم، استلم الحجر بمحجنه،
استلم الحجر المحجن، هذه عصايه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلم الحجر بمحجنه يعني لم يستلمه او لم يقبله بيده، وهذه من احكام الحجر. الانسان يا اما يقبل الحجر فان لم يستطع فيلمسه بيده، فان لم يستطع فيستلمه بعصا ثم يقبل هذا العصا. وفي سفر في العام الثامن من الهجره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غالبه ابن عبد الله الليثي الى بني الملوح، وهم قوم من العرب يسكنون بالكديد. فسار القوم حتى إذا كانوا بقديد التقوا بالحارث بن مالك الليثي، وهو المعروف بابن البرصاء، وكان خصما لدودا، فأسروا. فقال لهم ما جئت إلا للإسلام. فقالوا له إن تكن مسلما لن يضرك رباط الليلة، وإلا استوثقنا منك. حتى ساروا حتى وصلوا محلة بني الملوح، فاستاقوا النعم والشاء، وخرج الصريخ إلى القوم فجاءهم ما لا قبل لهم به، ولكن الله من على المسلمين. شايفين يا جماعة سبحان الله، وعدوا لهم ما استطعتوا من قوة، انت خد بالأسباب وربنا سبحانه وتعالى هيتولى عنك بقية الأمور. الجيش هنا اللي خارج في هذا الموقف عدد قليل، أو السرية خارجة بعدد قليل، ووقفوا أمام هذا الجيش الذي تجهز لهم من هؤلاء المشركين، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيلا شديدا حالت بينهم وبين عدوهم. متخيلين يا جماعة الوادي جرى فيه السيل فيه المطر، حالت بين المسلمين وبين المشركين، فحتى صار المشركون يرون نعمهم تساق أمامهم ولا يستطيعون أن يأخذوه. شايفين المسلمين ماشيين بالنعم والمية ما بينهم في هذا السيل، ولم يستطيعوا أن يلحقوا بهم ولم يقدروا على ردها. لما رجع غالب رضي الله عنه إلى المدينة ظافرا أرسله صلى الله عليه وسلم فيما أتي رجل ليقتص من بني مرة بفدك، وهم الذين أصابوا سرية بشير بن سعد. فساروا حتى إذا كانوا قريبا من القوم خطب غالب في من معه، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه. شوفوا بقى يا جماعة في هذه الكلمات عايزك تتدبر فيها وترى أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، إزاي هذا القائد سيوجه الجنود الذين معه توجيه تربوي عالي نتيجة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في المدينة على هذه المعاني. فأمر غالب فقال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي أمرا، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم آخى بين الجندي، ودي مرحلة مهمة جدا حتى في المعارك وفي الحروب أن يكون في مرحلة أخوة وحب ما بين الجنود. فقال يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق أحد منكم زميله، أشوفكم على طول أنتوا الاثنين ماشيين مع بعض، وإياكم أن يرجع الرجل منكم فأقول له أين صاحبك فيقول لا أدري. ما يجينيش واحد أقول له فين اللي كان معك يقول لي والله مش عارف راح فين. فإذا كبرت فكبروا، فلما أحاطوا بالعدو كبروا وجردوا السيوف فلم يفلت من عدوهم أحد، واستاقوا نعمهم فكان لكل واحد من الغزاة 10 أبعرة. ثم في ربيع الأول من السنة الثامنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام في 15 رجلا، فوجدوا جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا وقاتلوا، وكانوا أكثر عددا فاستشهد المسلمون عن آخرهم إلا رئيسهم كعب بن عمير، فإنه نجا وأتى بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه وأراد أن يبعث إليهم من يقتص منهم، فبلغه أنهم تحولوا من منزلهم فعدل عن ذلك. هيأتي معنا في السنة الثامنة دلوقتي في معركة وفي سرية هي من أهم المعارك الإسلامية، والمصنف رحمه الله تعالى بوابها فقال غزوة مؤتة، ويعني لعل هذا خلاف الصحيح، فمؤتة هي سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيه، ولكن قد يطلق عليها أحيانا بعض المؤرخين غزوة لكبر هذه المعركة ولقيمتها ولكبر الجيش الذي خرج فيها. فالسرية قد يطلقها البعض أحيانا على القطعة الصغيرة من الجيش، فيستخدم المصطلح الغزوة في إذا كان الجيش كبيرا مثل ما كان في مؤتة. فغزوة مؤتة أو معركة مؤتة كان لها أسباب. أول سبب كان، وكان ذلك أهم سبب، أن الحارث ابن عمير رضي الله عنه كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى عظيم بصرة، فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني وهو عامل للرومان،
يعني هو بيتولى قيادة منطقة معينة لصالح الرومان، ده كان أهم سبب. طيب خلينا يا جماعة ننظر لهذا الأمر. لاحق بهذا الأمر أن كل من كان يسلم من القبائل في المنطقة الشمالية لجزيرة العرب، مؤتة دي فين يا جماعة؟ في المنطقة الشمالية لجزيرة العرب، المنطقة الشمالية لجزيرة العرب دي قريبة من مين؟ من الرومان. كل واحد يسلم في هذه المنطقة يتعرض له تتعرض له القبائل العربية فيقتل. حتى وصل الأمر إلى أن قتل والي معان، والي هذه المنطقة التي تسمى معان أسلم، قتله الناس هناك أو قتله الرومان هناك حتى يعني لا يسلم بعده أحد. سبحان الله بدأ يحصل اعتداء على كل مسلم يسلم، على الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الرسول الوحيد الذي قتل من رسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكبراء وإلى الرؤساء. كمان حصل موقف أن تعرض دحية الكلبية في أثناء عودته من رحلة هرقل إلى السرقة من بعض القبائل الشمالية. طب ده كله معناه إيه يا جماعة؟ معناه أن هذه المناطق الشمالية أو القبائل الشمالية في هذه المنطقة تتعرض للمسلمين في المجيء والذهاب، تتعرض لهم عقديا في كل من يحاول أن يسلم، تتعرض حتى للولاة الذين حاولوا أن يسلموا وأن يجعلوا من تحتهم يدخل في الإسلام. فأصبح هناك تهديد مباشر للمسلمين لو انتشر هذا الحس إن يا جماعة اللي بيسلم بيقتل، واللي بيسلم بيتسرق، واللي بيسلم ويتبع الدين الجديد بيحصل فيه كذا وكذا. إيه اللي هيحصل؟ مستحيل حد يسلم في هذه المنطقة، وهتسوء سمعة المسلمين ليس في شمال الجزيرة العربية فقط، هيصل ذلك إلى بقية أنحاء الجزيرة العربية. إن أنتوا عايزين تخلوا الناس ما تدخلش في الإسلام، اللي يسلم اقتلوه، ولو لقيتوا حد يمر تبع محمد صلى الله عليه وسلم اقتلوه. فطبعا في هذه المرحلة تجهز الجيش المسلم بأكبر عدد يخرج خارج المدينة في معركة من المعارك، وهو 3000 مقاتل. 3000 مقاتل. من أهمية هذه المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء لأول مرة أنه يفعله، أمر عليهم ثلاثة. قال زيد بن حارثة إن أصيب فالأمير جعفر ابن أبي طالب، إن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فتخير رجلا منكم. يعني حتى لو أصيب، ولأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة يرسل جيش وهو يعلم خطورة هذه المعركة يفعل ذلك. خرج هؤلاء الجيش، ولكن الجيش كان يعني له حالة خاصة، هذا الجيش له حالة خاصة، قواد هذا الجيش ومن خرج من المسلمين في هذه المعركة لهم حالة خاصة. تظهر هذه الحالة الخاصة الإيمانية فيما حدث من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. بعدما صلوا آخر صلاة لهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وجدوا عبد الله بن رواحة يبكي، فالناس ظنوا ان هو بيبكي خوفا وهلعا وفزعا، ده الطبيعي ان هو يخرج لهذه المعركة الكبيرة، فطب ممكن يتأثر ويجبن، ولكن هذا ليس وارد اصلا في مصطلحات الصحابة رضي الله عنه. فقالوا له ما بالك؟ فقال والله ما أبكي صبابة بكم ولا حبا للدنيا، يعني أنا لا خايف على فراقكم ولا بحب الدنيا والأموال، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة وإن منكم إلا واردها. فقلت فكيف بالصدور بعد الورود؟ يعني إحنا هنعمل إيه لما نمر على النار؟ فيعني عبد الله بن رواحة كان هذا المعنى هو الذي جعلهم يبكي، فودعهم الناس بكلمات طيبة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيهم رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا فانيا، ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. قيمة الأخلاق في الإسلام قيمة مطلقة لا تتجزأ، والإسلام أو المسلمون في قتالهم لا يعني يجزئون المبادئ، وليس هم من أصحاب المبدأ الذي يقول يعني الغاية تبرر الوسيلة، فهذا لم يحدث في حروب المسلمين يعني طيلة هذا التاريخ المشرف للقتال الإسلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، بعض الروايات قال ذلك، فإما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، فلعل ذلك كان بدايات الجزية. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ الصحابة في التجهز ووصلوا إلى منطقة تسمى معان. وجد الصحابة لما وصلوا إلى هذه المنطقة مفاجأة رهيبة، وهو أن العدد الذي سيقاتلونه حوالي يعني ضعفهم تقريبا يعني 70 ضعف.
وجدوا تقريبا 200,000 مقاتل، 100 من الرومان النصارى و100 من القبائل في شمال الجزيرة العربية، من قبائل يعني لخم وجذام وبلقين وبلي وغير ذلك من القبائل التي كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية. فالأمر لأول مرة يحدث ذلك، احنا بنتكلم 3000 هيقابله 200,000، الأمر فظيع. فالصحابة كما تعلموا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا وتشاوروا. زيد بن حارثة مش هينفرد برأيه لأنه تعلم هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف ويتشاور، فتشاوروا في هذه المنطقة في معان، فوصلوا بعد التشاور إلى رأي من الثلاثة. وصلوا إلى الرأي الأول أنهم يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروا: يا رسول الله والله إحنا لقينا الجيش اللي قدامنا 70 ضعف، وهذا يعني مما قد يؤدي إلى هلاك الجيش. ولكن هذا الرأي كان غير عملي. ليه؟ لأن مجرد إرسال الرسالة من معان إلى المدينة سيستغرق تقريبا حوالي 2 أسبوع ذهابا و 2 أسبوع مجيعا، يعني شهر. ده مش عملي، الكلام ده مش عملي. ليه؟ لأن 200,000 اللي أمامهم لن ينتظروا طيلة هذا الشهر واقفين مكتوفي الأيدي، سيتوجهوا إلى المسلمين مباشرة. فالرأي الأول لم يكن رأيا عمليا. الرأي الثاني قاله البعض، فقالوا لزيد ابن حارثة: يعني إنك قد نزلت البلاد ووطأت البلاد فأرهبت أهلها وأصبت ما أردت، والعافية لا يعدلها شيء. العافية لا يعدلها شيء، أنت وصلت لغاية هذه المنطقة وخلاص، أنت في فعلا في إطار وفي يعني مكان الذي قتل فيه هؤلاء قبل ذلك، فأنت أرهبت هؤلاء ثم ترجع، والعافية لا يعدلها شيء. ولكن هذا الرأي لم يلقى رواجا بين الصحابة. الرأي الثالث كان رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لذلك ما قيل عن عبد الله بن رواحة أنه تردد في هذه الغزوة وجبنا هذا غير صحيح، وهذا لم يثبت تاريخيا، وكلمات عبد الله بن رواحة تدل على خلاف ذلك تماما. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قام وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهونه للذي خرجتم من أجله. أنتوا بتكرهوا إيه؟ تكرهوا أن أنتوا 3000 كلهم يدخلوا ويموتوا؟ طب ما أنتوا خارجين كده عشان تنالوا الشهادة، خرجتم تطلبون الشهادة، ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة. يا جماعة هو احنا من امتى بنقاتل المشركين اللي امامنا واحنا بعدد، او بيكون عددنا اكتر منهم، او بيكون قوتنا اكتر من قوتهم او من قوتهم؟ فقال: فوالله ما نقاتل الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فانما هي احدى الحسنين، يا اما هنظفر بالشهادة يا إما يعني سنظهر عليهم وننتصر. فقال الناس: صدق والله ابن رواحة. وأجمع الجيش جميعا وأجمع الناس كلهم على رأي عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، ومضوا للقتال. لما مضوا للقتال فلقوا هذه الجموع المتكاثرة، فقتل زيد بن حارث القائد، قتل أول واحد، أول واحد قتل في الصحابة رضي الله عنهم كان زيد بن حارثة. زيد بن حارثة سبحان الله يا جماعة، لازم تقرأ يعني سبحان الله تسلسل تاريخ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان من سنوات وهو داخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني راجعين من رحلة الطائف، يظهر عنده بعض التردد، يظهر عنده بعض التردد: يا رسول الله كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يا رسول انت هتدخل عليهم ازاي دلوقتي الطائف بعد ما قد اخرجوك؟ هتدخل عليهم ازاي مكه بعد ما قد اخرجوك وذهبت الى الطائف واستعنت بهذه القبائل عليهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ان الله مظهر نبيه، ان الله مظهر نبيه. زيد بن حارثة اليوم يقود هذا الجيش ويقتل اول من يقتل في هذه المعركه رضي الله عنه. زيد بن حارثة هو اول من اسلم من يعني الموالي، وهو له ما له، وقيمه زيد بن حارثة تظهر في التدريب الذي فاكرين لما قلنا يا جماعه ركزوا قوي اسم زيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم وكانه كان يجهزه تجهيزا عسكريا لقياده معركه كبرى، يعني وكان ذلك كان تجهيز من النبي صلى الله عليه وسلم. ارسل زيد بن حارثة حوالي 5 أو 6 غزوات، وغالب هذه 5 أو 6 سرايا، وغالب هذه السرايا كانت في نفس المنطقة الشمالية أو في نفس هذه المنطقة. فقتل زيد بن حارثة، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. فأمسك جعفر كما يروي ابن هشام رحمه الله تعالى، يقول: أمسك الراية بيمينه فقطعت، ثم أمسك الراية بشماله فضربها رجل من جيش الرومان فقطعها. ف
فجعفر ابن أبي طالب يعني انحنى على الراية وأخذها بين عضديه، بين رقبته وعضديه، حتى جاء فتى رومي من خلفه وقسمه نصفين رضي الله عنه. سبحان الله، جعفر في هذا الموقف يا جماعة فيه قيمة عالية جدا. جعفر هو جعفر فاكر ان القيمة كلها في اللواء، يعني اللواء حتة القماشة ولا هذه العصا التي يعني يكتب عليها، القضية كلها في اللواء، الروح المعنوية. الرجل وكأنه في الحقيقة بيمسك بالدين، هو ماسك رمز الدين في هذا الموقف، يعني الرجل في هذا الموقف وكأنه بيدافع عن الدين بنفسه، هو شايف هذه القماشة اللي بعض الناس ايه يعني اللواء، ما يقع اللواء ايه المشكلة، انت ماسك في اللواء قوي ليه كده، ولكن وكأنه ينظر الى هذا اللواء بانه هو رمز الدين. الدين كله دلوقتي فين في الموطن ده، اهم موقف للدفاع عن الدين فين دلوقتي، هو يدور في الموقف ده. كذلك يعني كثير انت في كثير من المواقف ممكن تكون انت الوحيد اللي تمثل الدين في هذا الموقف، انت الوحيد اللي بتمثل الدين، هتقول يا عم اعمل ايه بس وانا في الشارع عندي ولا في المنطقه ولا وسط قرايبي ولا في مسجد ولا وسط شغل الناس كلها بتكره الدين والناس ما بتصليش وناس بتشرب سجاير ومتبرجات و و و. سبحان الله، انت في هذا الموطن تمثل الدين وحدك. فجعفر ابن ابي طالب في هذا الموقف امسك بهذه الرايه بهذه الطريقه الى ان قطع وشق نصفين. بعض الصحابه يعني وجده بعد ذلك في القتلى، فوجدوا فيه ما يزيد عن بضع وتسعين ضربة. سبحان الله، يعني شوف قرب 100 ضربة من سيف ورمح، 100 ضربة يا جماعة، والرجل سبحان الله لم يأخذ ضربة واحدة في ظهره. عجب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما فيش ضربة واحدة كانت في ظهره. عارفين يعني ايه يا جماعة؟ يعني كله فش، يعني هو كله بيواجه، ما فكرش. طب ده الواحد يعني هو لو رفع عليك سيف، بس مجرد سيف هيرفع عليه، هتجري من اول ما تشوف. سبحان الله. طب ليه الناس دي يا جماعه مش مساله قوه بدنيه؟ ما تفتكرش ان الناس دي اصلا بقى بس هم صحابه وعايشين في الجبال وطول عمرهم متربيين على المعاني دي، لا سبحان الله، هذه قوه ايمانيه. لا يتحمل احد ما تحمل جعفر رضي الله عنه في ذلك الا اذا كان كيانه كله بيسري في الايمان، كيانه كله بيسري في الايمان. فاما ان هو مجرد ان احنا نفسرها والله اصل هم العرب متعودين على كده وجعفر ابن ابي طالب ده كان شجاعا، لا سبحان الله، هذا ايمان. وهذه المواطن لا يثبت فيها الا اصحاب القلوب المؤمنه، هذه المواطن لا يثبت فيها الا اصحاب القلوب المؤمنه. فاستشهد رضي الله عنه وهو ابن 33 سنه، وهو ابن 3، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لما يلقى ابن جعفر يقول له مرحبا بابن ذي الجناحين، لأن الله سبحانه وتعالى أبدل جعفر في الجنة جناحين، وكأنه كرمه بهذه الهيئة في الجنة لما قطعت يديه. ثم بعد ذلك أمسك عبد الله بن رواحة الراية. تقول الرواية أنه تردد، وهذا خطأ، هذا لم يحدث، ولكن تقدم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعر من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يدافعون بالكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه. فقال أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إني أجلب الناس إن أجلب الناس وشد الرنة، والرنة صوت يعني يشبه البكاء، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. أنت إيه النفس اللي أنت بدافع عنها دي عبارة عن إيه؟ شوية مية في قربة، يعني يدوبها يعني هذه القربة ستندلق ويخرج ما فيها من الماء. كذلك النفس إذا ما قطعت يعني رأسها ماتت وخرجت روحها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ماسك في الدنيا ليه كده؟ إيه المعنى اللي أنت متمسك فيه بالدنيا؟ هذه الكلمات كان يقولها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على سبيل يعني التحفيز، وعلى سبيل يعني رفع الروح المعنوية، وليس ترددا من عبد الله بن رواحة. فقتل رضي الله عنه. الموقف الآن صعب، بنقاتل ضد 200,000 ومفيش قائد. في هذه المواقف بيظهر أحيانا بعض الناس يعني قد لا يكون لهم تاريخ كبير أو ليس لهم اسم يعني رنان في المجتمع، ولكن هو ثبات إيماني بيلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب البعض. فاكرين موقف أنس ابن النضر يا جماعة في أحد؟ هو أنس ابن النضر كان أبو بكر ولا كان عمر ولا كان عثمان ولا كان علي؟ أنس ابن النضر في درجة يقينا أقل من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، ولكن أنس ابن النضر وكأن الله سبحانه وتعالى هيأه في هذا الموقف ليحيي الروح المعنوية للجيش كله. في هذا الموقف يخرج رجل يسمى ثابت ابن أقرم رضي الله عنه، ثابت ابن أقرم، وثابت ابن أقرم هذا رجل صحابي شهد بدرا. أمسك اللواء، مسك اللواء، طب خلاص هيقاتل هو ويندفع.
ثم قال يا معشر المسلمين اجمعوا على رجل واحد منكم. يا جماعة دوروا على حد يحمل الراية الآن. الرجل فعلا هيأه الله سبحانه وتعالى لأن يكون سببا في حفظ الجيش من المهلكة. فقالوا أنت لا. فقال لست لا. أنا مش قد أن أنا أحمل الراية، بس أنا بقول لكم الحل. قد يقدم بعض الناس بعض الحلول وهو ليس يعني على كفاءة بأن يقوم بها. فقال لست لا، أنا مش لهذا الموقف، ولكن أنت لا يا خالد. فخالد سبحان الله، خالد يا جماعة، خالد الوليد القائد الكبير العظيم الذي كان يخرج ليحمل راية الكفار والمشركين، اليوم هو جندي بسيط جدا ليس له أي دور غير أنه يطلع ويقاتل زي أي جندي. خالد الوليد واقف في الصفوف الأخيرة، واقف في الصفوف القدمانية، واسك هو، المهم أنه طلع بيقاتل في هذا الموطن الآن كأي جندي صغير، يعني بيقاتل مع، ممكن يقاتل مع ناس هو سبحان الله كل الناس اللي حواليه عارفه مكانته ولكن هذه الروح الايمانيه، تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد في 3 شهور حولته من قائد من المشركين الى جندي بسيط جدا يوضع في اي مكان ليخدم هذا الدين. فقال بل انت لها. فقال خالد رضي الله عنه بل انت احق بها مني، انت شهدت بدرا. يعني ده انت قيمتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، انت شهدت بدر مع الرسول. شوف خالد مريد لسه يا جماعه مسلم بقاله 3 شهور وعلم منزلة الصحابة، ان الناس كل المجتمع افضل مني، ده انا الراجل صاحب الشهادات وصاحب الخبرة وصاحب المكانة وانا اللي عندي المؤهلات وانا اللي الدنيا كلها بتقف لي بره المسجد، بس اول ما دخلت المسجد خلاص انتوا يا جماعة كلكم افضل مني. ليه؟ لان سبحان الله انتم سبقتم الى الالتزام والى المعاني الدينية، وده بيحفظ قرآن، وده سبحان الله ربنا فتح عليه في طاعة، انا اخر واحد في المسجد. يا ابن حال، ده انت ليك من الشهادات وليك من المكانات، الكلام ده كله بيذوب لما تسيطر الروح الإيمانية على القلب، كل الكلام ده كله بيذوب، ليس له مكان في القلوب المؤمنة. ثابت بن أقرأ. فحمل خالد رضي الله عنه المسؤولية وفعلا تحمل، قال بل أنت أقدر مني عليه. حمل خالد الوليد، طبعا تظهر عبقرية خالد الفذة، ما خالد يا جماعة برضو مش إنسان عادي في الطبيعة، فعلا مش إنسان عادي، مش جندي عادي، ولكن إنسان فذ في القيادة العسكرية، يعني فتح بلاد الشام وفارس ولم يهزم هزيمة واحدة، حتى أن الناس وصلت بهم الأمر بعد ذلك في فتوحات فارس والشام إن هم كانوا بيهربوا أول ما يسمعوا اسم خالد، خالد جاي بيجروا، مش لسه هيستنى ويحارب ويهزم، طب وليه يهرب من الأول؟ فخالد الوليد رضي الله عنه عبقرية فذة، إلى الآن تدرس عبقريات خالد العسكرية في المدارس الغربية العسكرية، خاصة هذا الذي فعل في معركة مؤتة. خالد الوليد في الحقيقة رجل واقعي. القوة يا جماعة مش معناها الاندفاع، القوة مش معناها الاندفاع، والشجاعة مش معناها الاندفاع، بالعكس معناها الواقعية، معناها ان انا اشوف امكانياتي ايه، ممكن اغير موقفي في وقت بعد ما كنت بهاجم وكنا استقرينا خلاص ان احنا هنهاجم في موقف تاني اغير، لان هذه هي الواقعية وهذه هي الحكمة. خالد بن الوليد مع القوة والعظمة التي عنده والتربية العسكرية الفذة التي تربى عليها، وجد في هذا الموقف ان من الواقعية ان هو ينتهي القتال على هذا الموقف ويتراجع. رجعوا في الليل، بدأ خالد بتفكير عسكري ماهر، يغير الميمنة في الميسرة، اليمين في الشمال، والميسرة في الميمنة، والمقدمة في الساقة، والساقة في المقدمة. فلما أصبحوا وجعل بعض الخيل في الليل تحدث جلبة خالد يعني خلف الجيش، فتصعد الرمال فينظر الرومان فيظن أن هناك مدد قد أتى إلى الجيش الإسلامي. فلما أصبح القوم في يوم كامل، يا جماعة خلي بالك في معجزة احنا فوتناها كده، ان في يوم كامل أصلا قتال ما بين 200,000 و3,000، ويوم انتهى ال 200,000 دول ياخدوا في ايد ال 3,000 قد ايه؟ 10 دقايق حلوة قوي ويكون الموضوع انتهى. احنا بنتكلم 70 واحد على راجل واحد، تيجي نجرب نمسك واحد فينا كده احنا ونبقى 70 ونجرب ايه اللي هيحصل معاه؟ مستحيل، ده أمر يعني غريب. يعني احنا مش بنتكلم في 5 أو 6 أو 10 على رجل واحد، 70 رجل بيتعرضوا الرجل واحد ويستمر القتال. سبحان الله، خالد بهذه الحيلة العسكرية الماهرة أصاب الرومان بالفزع، قال لك سبحان الله ده احنا مبارح وثلاث تلاف وطلعوا عنينا وما احنا عرفناش نعمل معهم حاجة، بعتوا جابوا لنا مدد، فيبقى ماذا سنفعل مع هؤلاء؟ فبدأ الرومان يأخذوا حذرهم، وبدأ خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني في هذه المرحلة يعني حدث مناوشات بينهم. الشيخ محمد الخضري بيذكر أن المناوشات ظلت 7 أيام بين هذا الجيش وبين جيش مؤتة، ثم راح خالد رضي الله عنه ينسحب تدريجيا. فبدأ الرومان يظنوا أن في مكيدة بتكاد بهم، وأن المسلمين قد أحضروا مدد لهم، وأنهم حين سينسحبوا سينقض المدد على الرومان. فالمتين ألف عملوا إيه؟ توقفوا، التلات ألاف بتمشي قدامهم وبتتراجع، ومع ذلك توقف بقية الجيش الروماني.
إلى أن رجعوا بعد ذلك فدخلوا إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات بيخبر الصحابة في معجزة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بما يعني كشفه الله سبحانه وتعالى له، فيقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، بيبكي حزنا على فراق أصحابه. ثم قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. يا عالشرف يا سبحان الله، خالد وليد اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلق عليه سيف من سيوف الله ويذكر أن ما فعله خالد في مؤتة فتح. ثم راح الصحابة لما رجعوا ودخلوا المدينة أقبل عليهم الناس وقالوا يا فرار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، هذا ليس فرا بل هذا نوع من الفر والكر، تراجع ليس هروبا. وظن المقيمون أن انحياز خالد بالجيش هزيمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراهم أن ذلك من مكايد الحرب وأثنى على خالد في مهارته. بعض الدراسات العسكرية بتثبت أن العملية التي قام بها خالد رضي الله عنه في هذه المعركة هي أكبر العمليات العسكرية نجاحا في التاريخ. بعض المؤرخين كتب ذلك أن أكبر العمليات العسكرية نجاحا في التاريخ هو ما قام به خالد رضي الله عنه في الانسحاب المنظم في معركة مؤتة. طيب خلينا كده يا جماعة نحلل المعركة، المعركة دي رأيكم أن هي انتهت كده بنصر ولا بهزيمة؟ الواضح كده إيه؟ إيه رأيكم؟ لا هزيمة ولا نصر. لا هزيمة ولا نصر. طيب إيه الرأي التاني؟ أيوة صح. طيب يبقى الرأي العدد ان هم كانوا بيهاجموا اصلا، يعني هم كويس ان هم لم يبادروا، يعني عدد قليل بالنسبه للعدد اللي هم كانوا بيهاجموا. طيب كان استمر القتال كلهم كانوا هيبادروا. طيب هو المؤرخون انقسموا في ذلك الى ثلاثه اراء. الراي الاول بيقول ان المسلمين قد هزموا هزيمه ساحقه، وهذا يعني قول ابن سعد رحمه الله تعالى، وهذا راي ضعيف جدا. الرأي الثاني قال به ابن القيم رحمه الله تعالى وابن إسحاق أن كلا الفريقين أو كلا الكفتين تعادلتا، وأنه لم ينتصر أحد على الآخر. والرأي الأرجح من ذلك هو رأي موسى ابن عقبة رحمه الله تعالى وابن كثير والزهري بأن هذه المعركة انتصر فيها المسلمون نصرا جليلا، هذا الأرجح. طب ليه؟ فضل. اولا لما تراجع الجيش بتاعنا الاسلامي الجيش الثاني اللي هو 200,000 وقف، الله يفتح عليك، دي نقطه من صح، دي نقطه ان الجيش الاسلامي لو هزم فعلا للاحق به الجيش الروماني. طب خلينا نفندها واحده واحده. اول شيء كم قتل من عدد الجيش الاسلامي مقابل الجيش الروماني؟ قتل في الجيش الاسلامي 12 رجلا، والاعداد التي قتلت في الجيش الروماني لا تحصى، ده اول حاجه. الشيء الثاني أن الجيش المسلم استطاع أن يتراجع بدون أي محاولة من الجيش الروماني أن هو ينقض عليه زي ما أخونا قال. الحاجة الثالثة طيب يبقى الحاجة الأولى قلنا إيه؟ 12 واحد ناتو مقابل عدد لا يحصى. الشيء الثاني أن الرومان لم يحاولوا أن يعني ينقضوا على المسلمين. ليه؟ صلى الله عليه وسلم قبل النقطة دي الرسول صلى في الغنائم غنم المسلمون غنائم كثيرة لدرجة ان هم غنموا بعض يعني اموال تخص قادة الرومان، بينما لم يذكر ان الرومان غنموا شيئا من جيش المسلمين، فده دليل ايضا على نصر، غنم المسلمون غنائم كثيرة من بعض قادة الرومان. كمان النقطة كمان اللي اخونا قالها مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وذكر بنفسه، فقال في الرواية حتى فتح الله عليه، فكلمة فتح الله عليه تدل على النصر، أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، فدي تدل على النصر. وفي بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ خالد اللواء قال هو سيف من سيوفك فانصره، هو سيف من سيوفك فانصره، فقال عبد الرحمن بن هدي وهو يروي الحديث فقال فنصره الله سبحانه وتعالى، فنصره الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الدلائل على انتصار المسلمين نصر ساحق في ذلك
بأننا لم نسمع من العرب أنهم شمتوا في هزيمة أو في مقتل للمسلمين في هذه المعركة. فاكرين بعد معركة أحد إيه اللي حصل؟ حصل بعض الأحداث وبعض الشعراء الذين هجوا يعني المسلمين وأظهروا الشماتة في المسلمين. هذا لم يحدث بعد مؤتة، ولو كان المسلمون قد هزموا فعلا لطارت الأخبار ولفرح الناس بهزيمة المسلمين، ويعني رؤية ذلك في الأشعار وسمع ذلك في الجزيرة كلها. آخر شيء يدل على انتصار المسلمين هو النتيجة الإيجابية التي ترتبت على هذه المعركة. فبعد هذه المعركة دخل كثير من القبائل الكبرى في الجزيرة العربية في الإسلام، ودخلوا في مهادنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منها غطفان وبنو سليم وأشجع، فهذه من القبائل الكبيرة التي سمعنا أسماءها قبل ذلك مرارا وهي تحاول القضاء على المسلمين. الآن بعد هذه المعركة استقر عندهم أن الأمر قد يعني انتهى، وأن المسلمين قد يعني حازوا الجزيرة العربية أو بدأوا في حيازة غالب الجزيرة العربية. طيب عندنا بعض النقاط نذكر أهمية هذه يعني أو دروس وعبر من هذه الغزوة. ياريت كما نجيب سؤال في دروس وعبر ونحو ذلك، ان الاخوة يكتبوا الكلام اللي احنا بنذكره، لان الكثير من الناس يعني بيذكر يعني بعض الاشياء العامة التي يعرفها، فهذا لا يصح. من الدروس والعبر في هذه الغزوة اهمية هذه المعركة التي تعتبر اول لقاء مسلح بين المسلمين وبين الدولة الرومانية، بين المسلمين وبين الدولة الرومانية أول لقاء مسلح يحدث ويشترك فيه، لأن كان فيه 100,000 من الرومان وفيه 100,000 من القبائل العربية. هذه المعركة تميزت بأنها الوحيدة التي علم المسلمون يعني خبرها وحيا من الله سبحانه وتعالى، أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليهم النبي القصة يعني مباشرة بهذا الحديث، أصيب زيد فأصيب جعفر. يعني تميزت هذه المعركة بأن الوحيدة التي جاء خبرها من السماء. من فقه التربية التي ترى أو من فقه القيادة التي تربى عليها الصحابة ما فعله ثابت ابن أقرم رضي الله عنه. فهو في الحقيقة لم يكن عاجزا عن القيادة، هو صحابي كبير وقاتل في كثير من المواقف، ولكنه رأى من أجدر منه بهذا الموقف، رأى من هو أجدر منه بهذا الموقف. آخر يعني ما نذكر من الدروس والعبر في هذه الغزوة بأن التأمل يعني بعمق في هذه الغزوة أو في هذه المعركة يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية التي يمر بها المسلمون منذ يعني أعوام كثيرة. الهزيمة النفسية أمام قوة الغرب، والهزيمة النفسية أمام عدد الغرب، والهزيمة النفسية أمام عتاد الغرب، فهذا ليس يعني موطنه. فنحن نرى في هذه المعركة 3,000 مع عدد أقل بكثير وعدة أضعف بكثير، ومع هذا يعني يحدث ما حدث من النصر المبين والفتح والأثار الإيجابية الكبيرة التي ترتبت عليها هذه المعركة. فهذه آخر الدروس والعبر في هذه المعركة المباركة، وإن شاء الله يأتي معنا في المرة القادمة البداية من سرية ذات السلاسل التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.